السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته، معكم منصور الناصر وحلقة جديدة من تثوير وتنوير. الرجل اختراع أنثوي، وهو مشروع خططت له المرأة ونجح نجاحا باهرا. تشغلنا أسئلة كثيرة حول المرأة، لكنني سأقدم اليوم أسئلة مختلفة إلى حد بعيد عن السائد. ومن هذه الأسئلة، لماذا كنا النساء أكثر تدينا من الرجال؟ لماذا كنا أصدق في الإيمان منهم؟ لماذا كان كبار الأنبياء يأخذون مصروفهم إذا صحت التسمية من النساء؟ لماذا امتنعوا بالمقابل عن رد الجميل لهن وإعطائهن الكثير من المميزات والصلاحيات والحقوق؟ لماذا أقول الآن المرأة عبارتي المرأة والرجل؟ هل هذا تصنيف عادي بريء أم أن وراءه شيء عميق لا ندركه؟ ثم لماذا لا ندرك أن الثقافة والدين هما من يجعلان الرجال رجالا والنساء نساء، وليس الاختلافات الجسدية بالضرورة؟ الأصدقاء الأعزاء، أهلا بكم وحلقة جديدة من تثوير وتنوير، فكونوا معي. المرأة خرجت من ضلع الرجل، هكذا يقال، أو هكذا قالت الأسطورة التوراتية، وصدقها أو صدقتها ملايين النساء وأيضا طبعا الرجال. لكن ملاحظات وحقائق كثيرة اطلعت عليها أو شاهدتها وعشتها بنفسي تجعلني لا أثق بالثقافة الذكورية الرائجة التي بررت وضع المرأة المزري عبر التاريخ. في الحقيقة، رغم الحديث الكثير عن المساواة بين الرجل والمرأة، إلا أن البحث في العلاقة بين المرأة والجنس والدين ما زالت يعني تعتبر جديدة وقاصرة. يعني هي ما زالت في خاصة البحوث ليست بعمر طويل وتتطلب الكثير من الدراسات، وهي لا يتجاوز عمرها الأكاديمي صحيح نصف قرن. من هنا أقول المرأة ليست ضلعاً للرجل، بل أن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً. الحقيقة اللي أنا أفترضها طبعاً، وربما أتغير وجهة نظري لاحقاً، لكن الآن عندي هذه وجهة النظر. هذه هنا يكمن سر اللعبة التي أجادت طبيعة النساء المقامرة عليها، وسأوضح هذا في ما يلي من الفيديو، فحاولوا أن تستمروا معي إلى الجزء الأخير من الفيديو. من هنا أجد أن المرأة ومنذ لحظات طفولتها الأولى تجيد تهيئة نفسها لممارسة هذه اللعبة التي يجب أن يؤديها أو أن يؤدي دور البطولة فيها الرجال وليس النساء، لكنها المخرج الخفي للمسرحية البشرية بصمتها وتقبلها لكل الأوامر والأشياء التي يطلبها الرجل. هي بالحقيقة هي التي تكسب بالأخير كل شيء، أو ليس كل شيء لكن الكثير من الذي تطمح له، وخاصة فيما يتعلق بالأساسيات. هذا الإخراج الخفي للمسرحية البشرية الذي تتحكم به النساء بصمتهن، هذا المخرج الذي يدعى الرجل يعتقد بأنه هو المتحكم والمستفيد الأكبر من هذه المسرحية، في الحقيقة أن النساء هن المستفيدات الأساسيات أو الكبير أكبر المستفيدين من هذا الموضوع، رغم القهر والذل والعنصرية التي يعاملهم بها الرجل وثقافات الرجل. طبعا هذا ممكن الكل يعرف الآن أن النساء هن الأطول عمرا في جميع المجتمعات، سواء المجتمعات الغنية أو المجتمعات الفقيرة، سابقا أو يعني أو حاليا، يعني في الزمن البعيد أو الحالي. هن أيضا الأقل مخاطرة والأقل مسؤولية والأقل انشغالا بالتعقيدات الحياة تفاصيلها. هذه كلها قضايا يعتقد الرجل أنها من حقه كرجل، فكل هذه المسؤوليات والمخاطر التي يخوضها الرجل هو فخور بها، فنقول له هنيئا لك بها. من هنا نجد أن هذه النظرة للرجل بصفته الفائز في صراع بين الطرفين،
يفترض بأنهما يكملان بعضهم البعض. هذه النظرة هي قاصرة ومزيفة. فلو يعني لو دققنا أكثر لوجدنا بحسابات البقاء أو حسابات البقاء الداروينية أن المرأة هي الفائزة في هذه المعادلة وليس الرجل ولا سيادة الرجل. هذه الرؤية الجديدة حول العلاقة بين المرأة والدين والرجل أعتقد راح تساعدنا بتفسير الكثير من الظواهر التي نعتبرها بلا إجابة وغامضة ولا نجد لها تفسيرا معقولا. المرأة عندما تختار القطيع الأفضل هي تختار الرجل الأفضل، يعني هي عندها قدرة تستطيع اختيار القطيع أو المجموعة البشرية الأفضل التي تنتمي إليها، مثلما تجيد أيضا اختيار الرجل الأفضل لها والمناسب لها أو الذي يعني ينجب لها أطفالا أسوياء وأصحاء وأقوياء. من هنا نفهم سر الارتباط القوي جدا بين الدين والنساء عموما، ونرى بأن ثنائية المرأة الدين هي ثنائية المرأة القطيع، أي ثنائية المرأة الرجل في يعني في أفق الثقافة أو فضاء الثقافة الجندرية أو الذكورية أو ما يسمى ثقافة البطريركية الأبوية. يعني ماهية الدين بالتالي هي ماهية القطيع. القطيع هو الاسم الآخر للدين، كما وعدي لا تتراجعون حلقة عندي عن طالع بها فرضية أو نظرية يعني ما مثبتة تماما عن أنه المجتمع هو ظاهرة دينية وليس الدين هو ظاهرة اجتماعية. هذه الماهية ماهية الدين هي نفسها ماهية القطيع، والدين هو القطيع نفسه. ومن خلال هذه آثار هاي الماهية راح نجدها دائما موجودة بدائما بالأديان أو ما يسمى دين لدى جميع الشعوب والجماعات، سواء جماعات قديمة أو الحديثة. لهذا حين أتحدث عن الدين ولو بشكل مقايض كثيرا ما أجد تعليق غاضب من أحدهم، يعني يعتقد بأن هذا أمر يخص انتماء القطيعي للجماعة، وهو يعني هذا الانتماء يعتبره لا نقاش فيه ولا يصح أن يكون موضع نقاش، بل يحرم النقاش فيه. وهذا طبعا يعني أمر مفهوم. الحقيقة أنه الحديث عن الدين هو أرابا وأخطر من الحديث عن الإله الأكبر يعني. وهذا لأن هناك بعض الشعوب أو بعض الأديان أكون مجموعة من الآلهة، أكو إله أكبر آلهة أصغر. بالأديانات التوحيدية لا ماكو، أكو إله كبير واحد لا غيره لا شريك له، لكن هنالك ملائكة تحولوا الآلهة الصغار إلى ملائكة. فهناك ناس يعتبرون الحديث عن دينهم أو معتقداتهم حديث مسألة مقدسة ولا يجوز المساس بها ولا يجوز حتى النقاش فيها ولا طرحها للنقاش، المهم التسليم بها نهائيا، بل أنهم لا يتخيلون وجود فرصة للتفكير بها. فلذلك يشوف الكثيرين يستغربون من هذا الحديث، وهذا هو سر الخلط بين الإله وبين الدين، يعني بما يتعلق بالتقديس. الحقيقة أن التقديس للدين أو المذهب وليس للإله، بل أحيانا أنا أشوف مرات واحد يعني أشوف مرات التعرض بالآلهة للإهانة وللسب والشتم يكون أكثر بكثير من السب والشتم للدين، بل أنه معاقبة الذي يسب الدين أكثر بكثير أو المذهب أكثر بكثير من معاقبة من يسب الإله. وربما بعض أنا أشوفهم يضحكون، بس عندما تسب مذهبه أو تتعرض لمذهبه رأسا يثور عند الحماس. من هنا تصبح المرأة رأس مال القطيع وهي رصيد المضمون، فيما يصبح الدين أو القطيع هو الرأس مال الكلي، هذا اللي يسحب منه جميع مستحقاتهم يعني متى ما شاءوا تحت أنظار. طبعا هذا الشعار الإله هو الشعار. هنا نشوف أكو تناظر بين العبودية لإله الدين والعبودية لإله المال. شوف أكو المال شيء غير ملموس، لا يوجد شيء اسمه مال، يعني أكو عملات نقدية لكن وأيضا لا يوجد شيء اسمه إله، لكن هي كلها يعني صيغ رمزية لعمليات تبادل بين الناس وإدامة العلاقات بين الناس. إن الإله هو إدامة العلاقات الاجتماعية والجماعية، و يعني هو الرمز الذي يعمل تحت أفقه الجميع، مثل ما هو الرمز الذي المال هو الرمز أو الصيغة الافتراضية التي
وفقا لها يتم تقييم وتقدير وقياس كل شيء وحساب كل شيء المال ايضا. وايضا هذا طبعا الاكو آلهة صغار، اكو ناس تختار آلهتها، اكو ناس تختار عملاتها المعدنية، وهذا شو مرات اكو شعب يفضل اله معين على الآلهة الاخرى، اكو شعب اخر يفضل العملة الفلانية على العملة الفلانية الثانية وهكذا. فهي مسألة هاي عندي محاضرة بها راح قريبا راح انشرها عن التناظر بين الاله وبين المال. السؤال الان، هناك نظرية معروفة بانه هناك يعني فترة امومية، انه كان المجتمعات البشرية كانت فترة الاولوية للنساء وهن كنا الحاكمات على الجمهور البشر قبل ان يكتشف الرجل بانه هو السبب الذي يجعل المرأة تحمل، لانه كان لا يعرف هاي الفكرة بان الرجل ما كان يعرف بانه كان هو سبب حمل المرأة، كان يعتقد انه أتى قدرة إلهية مقدسة المرأة، وفجأة بعد 9 أشهر هو ما يعرف هاي 9 أشهر، هو يتخيل بأن المرأة تحبل بسبب منحة إلهية أو شيء من هذا القبيل، وهذه المرأة هي تحبل وتنتجب وهذا عطية من الإله وما إلى ذلك. هذه الفكرة العامة، وهذا سبب تبوأت المرأة دائما منصب مقدس داخل العشيرة أو القبيلة أو الجماعة، ومن هنا أصبحت المرأة من الآلهة، آلهة خصب وآلهة جمال وآلهة حرب أيضا، وهي كانت لها دورها الكبير. لكن هذه النظرية أنا أعتبرها مو صحيحة، أعتبر أنه يعني هناك مبالغة بها كثيرة، وعلى أساس هذه النظرية أقيمت كثير من الفرضيات والقناعات الشبه الراسخة الآن بأنه الجنس البشري قبل 10,000 سنة كان هو جنس يعتمد يعني عن النظام الأمومي، ولكن بدأ يتراجع مع ظهور الكتابة وظهور الزراعة، يتراجع ويصبح الجنس تصبح السيادة للذكورية، يعني تحولت من بطريركية الأبوية إلى مطريركية، يعني كانت مطريركية صارت بطريركية. هذا أنا أعتقد أدي ملاحظات كثيرة، وبدليل أنه هذا شيء مو معقول، لأنه أنا أعتقد الأمومية المرأة هي الأصل كما تقول لوالي السعداوي صحيح، لكن كيف هذا الأصل؟ هي النظرية الفرضية بأنه المرأة هي أنه يعني هو الرجل هو مشروع المرأة الذي نجحت في إنجازه، لأنه لو نتخيل بأنه المرأة في ذلك الزمن كانت تحاول أن تقلل من قيمة الرجل، لا يعني خلينا نفترض الآن امرأة موجودة داخل جماعة، هاي الجماعة عندها أولاد، هي أو أولاد وبنات أطفال، إذا أنشأت الأولاد على نسبة قليلة من الأدوانية أو تركت الأولاد بعضهم يموتون وأزادت نسبة الذين يعيشون لها من البنات على حساب الرجال، فهذا بالنتيجة راح يكون هنالك عدد من النساء هن اللي قاتلن ويدافعن ويقومن بكل شيء، فيما الرجال هم اللي يقومون بأدوار النساء المعروفة. هذا مستحيل تعيشها، يعني مستحيل هاي الجماعة راح تعيش، لأن الجماعات الأخرى المعروف الرجال هم عندهم القوة البنية العضلية والعدوانية مالتهم أكثر من النساء، وحتى هاي العدوانية ممكن نتخلى عنها، لكن القدرة العضلية عند الرجال دائما أكبر بنسبة يعني لا يستهان بها عن المرأة. فبالتالي هيك يعني عشيرة أو جماعة من هذا النوع لا يمكن أن تنجح في البقاء، فهذا شيء صعب جدا ولا يمكن توقعه. هذا أنا أقول بناء على هذا أقول بأنه فكرة الأمومية هي فكرة مبالغ بها، لكن صحيح كان هناك مثلا ممكن نقول بدأت الجندرية أو العلوم الحديثة بالقضية الجندرية، أنه بدأ الفصل بين الرجال والنساء تحول إلى مسألة ثقافية، وإذا كانت هناك أولوية للمرأة فهي أولوية باعتبارها شيء مقدس، لكنها لا يعني هذا أن السيادة لها. لو شفنا الآن جميع الشعوب قاطبة المعاصرة وحتى المعروفة لحد 2,000-3,000 سنة أو تركت كتاباتها ووثائقها وآثارها، هاي جميع شعوب قاطبة هي تجد بها السيادة للرجل، حتى عندما نجد أن هناك بعض العشائر أو القبائل البدائية عندما نجد بعض الأولوية لبعض النساء أحيانا ينتخبن
رئيس القبيلة أو رئيس الجماعة، لكن النساء بعض هاي القبائل ينتخبن دائما الرجل، الرجل دائما هو في الواجهة، هو الذي يتحمل كل الصدمات واللكمات ومشاكل، يعني هو يعني أشبه بقربان النساء هو الرجل. صحيح المرأة أصبحت هي ضحية الرجل، لكن الرجل هو قربان النساء المبذور للطبيعة أو قربان الذي يمكن في أي لحظة يتم تقديمه للدفاع عن عياض القبيلة أو القطيع أو الدين نفسه. وهو الدين، ما هو الدين؟ والعائلة التي تحافظ دائما عليها المرأة. اللي يعني هذا القول مال أنه المرأة تنجح دائما أو تحرص دائما على أن تمعن في أنثوية بناتها وأن تزيد من نسبة ذكورية أولادها، وبالوقت نفسه ترفض أي فكرة أي محاولة للإناث أن يتبوأن أو يتصفن بصفات رجولية، والعكس صحيح، يرفضن أي. وهذا هي المرأة، لو كانت تفكر بطريقة معاكسة فهذا ممكن ذاك يقول بأنها أن المرأة يعني تحاول أن تنتقم لنفسها وللامتيازات التي خسرتها لصالح الرجل، لكن نجد هذا غريب جدا، وأنه عكس المنطق أنه إنسان يدافع عن نفسه إزاء من يضطهده ومن يظلمه. لماذا تقبل المرأة هذا الوضع؟ هذه المحاضرة هي لتقديم أجوبة على هذا السؤال، وقدمت بعض الأجوبة، وراح أقول أن الرجل يفترض نفسه أنه هو المنتصر في هذه المعادلة. هنا الجزء الرئيسي من القضية، لأنه شيء يفترض بأن أوامره وحقه في الكلام والطاعة وكل شيء، وأن بالتالي أن المرأة لا حق لها بالاعتراض. بالحقيقة هو يضع نفسه في الواجهة كما قلت، هو اللي يتلقى كل العواقب هذه المواقف العدوانية أو الصارمة ضد الآخرين، فهو يخاطر ويغامر بهذه المسألة. وفيما يعني في الوقت نفسه المرأة تحصل بالنهاية يعني الحد الأدنى المطلوب للبقاء والأمان الشخصي لها ولأطفالها. الرجل طبعا كما قلت هو عدواني بطبعه ومتسرع ومتعجرف وأرعن طبعا، يعني كثير من الرجال أرعن. هذا من هنا يصبح السؤال حول كيف تشعر المرأة بالاستقرار في ظل هذه العبودية والتبعية للرجل. هذا السؤال هو مشابه للسؤال حول كيف يشعر الرجل بالاستقرار في ظل عبوديته للدين والإله. هنا المسألة متوازية، المرأة هي يعني خاضعة كليا للرجل، والرجل نفسه هو خاضع كليا للقبيلة أو الدين أو القطيع ومن والإله الذي يرمز لهذا هذه الجماعة. تقبله المرأة من الرجل هو نفسه ما يقبله الرجل من عبوديته للقطيع أو الدين الذي يؤمن به، بل أن عبوديته أخطر بكثير، وغالبا ما يخسر فيها الرجل حياته لأنه من الفضاء الأوسع هو يخضع بهذا المسألة. من زاوية أخرى أكو يعني تصبح عبودية المرأة للرجل اللي هو رأس المرأة حسب تعبير بولس الرسول بالمسيحية، تصبح هذه مكيدة من المرأة. يعني ربما يعني لا أعني بأنها مكيدة متعمدة المرأة، لكن ضمن مع تطور التاريخ أصبح جزء لا إرادي من عندها. غاية من هذه المكيدة هو وضع الرجل في واجهة، وأن يشعر بأنه أي في الوقت نفسه بأنه ما إنما يقوم به هو عمل عظيم، أي أنها عبودية غير مباشرة للمرأة لصالح القطيع، مع أن هذا في الوقت نفسه أن المرأة تستطيع أن تضمن حقها بالانتماء لقطيع آخر، أو لو لزم الأمر والإخلاص للقطيع الآخر. يعني حتى أوضح الفكرة، أن نلاحظ دائما بأن المرأة تستطيع تبديل عقيدتها الدينية بسهولة مدهشة. يعني عندما المرأة الرجل لا يستطيع تغيير عقيدته، لا يستطيع تغيير انتماء القطيع وإخلاصه للقطيع، لأنه هو جزء من كرامته ورجولته، هي رجولته وعدت لكي تؤدي هذا الدور، فما يستطيع. بالتالي عندما في أي مواجهة مع الآخرين الرجل دائما هو يدفع الثمن. في الشعوب القديمة دائما الرجل يقطع رأسه، الأسير خاصة أو غير الأسير، عندما تسقط جماعة من الجماعات يتم قتل الرجال قاطبة الناضجين أو الرجال يعني البالغين،
وسبي النساء وسبي الأطفال، بيع الأطفال بعد ذلك. لماذا لا تقتل النساء مثل ما يقتل الرجال؟ لماذا؟ لهذا السبب لازم نفهمه. لماذا لا يخشى، تخشى الجماعات الأخرى من النساء التي قتل آباءهم وأخوتهم وأولادهم في المعركة، ويؤخذ هذه النساء يؤخذنا ويعيشنا بالقبيلة الثانية وكأن شيئا لم يكن؟ صحيح يصير حوادث انتقام، ولكن عموما ما صار يعني عند الشعوب المختلفة قديما أي خشية من هذا الشيء، هذا السلوك. لماذا؟ لأنه يعرفون المرأة قادرة على أن تتأقلم مع الظرف الذي تعيشه، لأنه موضوعها هو الانتماء لقطيع وتبر. هذا صحيح مسألة مؤلمة، لكنها استعدادها البيولوجي للبقاء أكثر من استعداد البيولوجي للبقاء عند الرجل. الرجل أدى نوع من العنف العدوانية، المرأة أكثر عقلانية وأقل عاطفية من الرجل. طبعا هذا الإشاعة المعروفة بأن المرأة عاطفية أكثر من الرجل، لا، أكو دراسات كاملة ممكن مراجعتها وبحث على الإنترنت تشوفون أن المرأة بالعكس أكثر عقلانية وأقل عاطفية من الرجل وأقل تسرعا. يعني قلت أخيرا أنه المرأة دورها ليس مثل دور الرجل. المرأة دائما لديها فرصة أكبر للبقاء، وأن عبودية المرأة عبودية غير مباشرة لصالح القطيع. الرجل هو العبد الأكبر للقطيع، والعبد الأكبر أيضا للدين ورب هذا الدين دائما. حتى أكمل الجزء السابق قلت أنه المرأة أتميز بأنه يتضمن حقها بالانتماء للقطيع آخر، رغم أنه وجودها في قطيع أو دين محدد أو جماعة محددة، هي دائما لديها فرصة للبقاء أكثر من بقاء الرجل. لأن الرجل يعني الرجل ما لا يمكن أن يكون مفيدا، ما يعني شو يسوي به، لا يمكن إعادة إنتاجه. هذا الرجل يتم قتله لأنه هو انتماء القطيع نفسه، لا يمكن الاستفادة منه بأي شكل من الأشكال. بالعكس راح يصير عامل خطر ويعني فرصة للفتك بالآخرين، وقتله هو أفضل طريقة للخلاص منه. يبقى أتهم أو قتله أو استعباده وبيعه في مكان آخر، يعني أكو أتهم واحدة من الحلول الأخرى. خسار يعني أضرب مثلا زواج الرسول، مثلا كما قلت زواج الرسول من صفية بنت حيي بن أخطب، هذا اللي كان هو شيخ خيبر اليهودية. عندما غزا الرسول هذه القبيلة لأسباب ما أعرف لها علاقة بالمال، هو طلب من عند الشيخ فلوس والفلوس ضم عليه فلوس، يعني أكو قصة بسيطة، لكن هذه كانت حجة أو سبب للغزو القبيلة ومطالبتها وغزوها واستباحة أراضيها وامتلاك نسائها وقتل رجالها قاطبتها. هذا كانت شو اسمها صفية زينب. صفية أسرها منه؟ أسرها كانت من حصة دحية الكلبي. دحية الكلبي عندما سمع بأنه قيل للرسول بأن هاي الفتاة اللي هو نفسه قتل أبوها وأخوها وزوجها، اللي هو أبوها هو نفسه الشيخ القبيلة عمره 17 سنة، قيل له أن الرسول وقعت في عين الرسول وأنها جميلة وهذه المرأة يستحق يعني من الأفضل أن تتبرع بها للرسول. كانت من حصته هو، طبعا كان ممكن يرفض، لكن شاف أنه القضية أنه هو شيخه أو النبي في عنده رغبة بها، فراح انطاه إياها هدية، قال هاي يعني ما ريتها يعني هاي لك، يعني أتخلى عنها لصالحك. والرسول كافئة وقدم له 7 نساء بدلا عنها. المهم في نفس اليوم بالليلة رجعوا بالطريق، قاموا نصبوا الخيمة وطاها الوحدة من نساء النبي، قال حضري إياها حتى أدخل عليها. فدخل عليها وتزوجها، وكان صداق أو مهر الزواج كان هو عتقها، فلم يقدم لها شيء، أنه كانت المهر مالته هو إطلاق سراء، يعني اعتبارها زوجة من زوجات النبي والدخول بها وأصبحت من حلال. هذا يدل على أن المرأة كان ليس من الصعب جدا أن تتأقلم مع دين آخر أو مجموعة أخرى من المجاميع، وهذا كان
يعني امر شائع، يعني مو امر خاص بالنبي او غيره، يعني ولا يثير استغراب كثير، رغم ان هناك قول بانه هي كان سبب بوضع السم للرسول وما الى ذلك، لكن هاي يعني امر غير معقول، لانه حادثة السم قبل وفاة الرسول بسنتين تقريبا. على كل حال، اما ما يتعلق بخسائر المرأة في قضايا الميراث وعقوب معاقبتها اذا تأخرت عن فراش الرجل اذا طلبها للفراش، فهذه المشاكل يعني هي طبعا كثيرة، يعني بها ظلم لا يوصف للنساء، لكن هذه لا تكاد تذكر مقابل الحصول على يعني على الحاجات الأساسية منها المأوى والحماية والطعام. أحيانا حتى المرأة توفر الطعام أو هي تنتج، هي طبعا المرأة عادة من أكبر المنتجين الغذاء بالعالم دائما، لكن ما هذا هي الشيء الأساسي هو الحصول على المأوى ووجود شخص يحمي هذا الأولاد ويتفرغ لهم. يعني تضحي المرأة في كل سبيل، كثير من الشباب في سبيل أن هذا يعني الطحي الشهوة للرجال يكون هو يعني ظل حيطة ولا ظل راجل كما تقول المثل المصري. يعني هي بالنتيجة هي شراكة تعتبرها المرأة مربحة ضمن الفضاء الإنساني يعني القديم، واللي ما زلنا ندفع ثمنه لحد الآن، واللي ما زلنا نعجز عن الخروج من هذا الإطار البطريركي أو الذكوري إلى إطار أرحب وأجمل لا يتم فيه الفصل بين الأجناس، بين الناس ووفقا لأجناسهم وطبقاتهم ويعني شكلهم لونهم وهاي المواصفات العنصرية التمييزية الكثيرة. بالتالي الرجال الذكور، يعني هذه هنا الرجال وفق النظام القديم المرأة تربح شيء من البقاء، فرص البقاء أكثر من الرجال، بينما الرجال يتحملون كل المخاطر والمرأة تضحياتها تكون أبسط. هاي الآلية هنا يجي دور الرجل، هاي الآلية أو الفرق بين المرأة والرجل اللي هو خلقها رجل الدين نفسه، يعني هذا الفصل الدين وليس رجل الدين أو الأعراف أو الظروف التاريخية اللي لتطور الإنسان هي اللي أنتجت الدين ورجل الدين اللي خلى فصل بين الرجل والمرأة وجعل هناك فاصل كبير بيناتهم. فهاي الآلية هو يشعر بها رجل الدين بشكل ممتاز، أو معنى آخر رجل القطيع أو الشخص الكاهن أو الحكيم الذي يقوم على أمر القطيع ويحرص على مصالح القطيع، فهو يدرك هذا الشخص يدرك أهمية النساء وسط رعيته. الرعية يعني هي من الحيوانات، أنها كراعي وكراعية، فهو حظيرة الدين هي حظيرة الاسطبل، اسطبل الحيوانات أو للتدجين، لكن تم نقلها ورفع هذه العبارات لمستوى الإنسان. لماذا يعي هاي المسألة رجل الدين؟ يعي بأنه النساء هن رصيد الحقيقي له، يدرك أهميتهن داخل هذا القطيع لأنهن أدوات الإنتاج. أما الرجال الذكور فهؤلاء يعني هم قرابين جاهزة أو أدوات تستعمل ويتم التضحية بها متى ما كان الأمر ضروريا. ونجد الآن كثير من رجال الدين دائما يأمرون ويطول فتاوى، والرجال الشباب المتحمسين يذهبون بعد ذلك يتخلون عنهم بسهولة. وقبل أيام شفتوا رجل الدين هذا المصري محمد حسين يعقوب كان هو يحرض ويدعو للجهاد ويدعو للقتال ويدعو إلى الحاكمية لله، لكنه في لحظة قال أنا ما أنا كنت أنا مخلص، أنا رجل أصلي على النبي فقط وما لي علاقة، يعني أنا ما أعرف، أنا مو سلفي وما عندي خبرة ولا أدري ولا أدري وما إلى ذلك. تخلى عنهم جميعا، كثيرين من رجال الدين تخلوا عنهم في السعودية، حرضوا عن الجهاد في سوريا وسوريا وفلسطين، وفي لحظة قالوا لا إحنا ما يعني بالغنا شويه بس احنا ما كنا محرضين على القتل. فهاي فكره نفسها، الرجال ايضا هم قرابين جاهزه وادوات تستعمل ويضحى بها عند اللزوم. هذا يخلي هو يولد تناغم يعني لافت للانتباه بين رجل الدين والنساء. عندما نزور الاماكن المقدسه ونزور خاصه بالان بالعراق شايفه، عندما نزور عبد القادر الجيلاني ونزور الامام الكاظم نشوف 70-80% من الزوار هم من النساء.
وحتى مرقد صغير على مكان ما أعرف وين، مرقد صغير ما له قيمة يعني، أو شخص مجهول، إمام مجهول، هن يروحون يزورونه تلقى مليان نساء. فهذا يعني رجل الدين أكثر المتسوقين أو متبضعين لدى رجل الدين هو هن من النساء. فهذا يعني هذا التناغم يثير الريبة ويثير الاستغراب. بداية الحلقة يعني الجزء الأول من الحلقة قلت إنه المرأة أكثر رغبة بالتدين وأصدق من الرجل في التدين. فلماذا؟ ما هذا السر؟ هذا التناغم يقلل من واجبات وحقوق المرأة للحد الأدنى. يعني رجل الدين دائما يحاول يحصل المرأة ويعني عكس ما نتصور بأنه هو يحاول أن يستغل المرأة ويقمعها وما إلى ذلك، لكن هذا من منظور الحديث. بالمنظور القديم لا يخلق، أنا أريد المرأة أحرص عليها كل الحرص، أخليها دائما كل واجبات وحقوق المرأة يعني قللها للحد الأدنى، أحاول أن أخليها هي الرصيد الأساسي للقطيع أو للقبيلة أو للدين. المرأة هي يعني أداة الإنتاج، أداة إعادة الإنتاج. الرجل لا يمكن إعادة إنتاجه، هو طلع بعد خلاص، هو رجل الدورة أن يحمي، ولكن رجل الدين يعرف من الذكاء بهذه الأخلاق كل ما أقدر المرأة تتقبل هاي المسألة وهو أيضا يدفع بها أكثر، فيصير نوع من التمازج فيما بينهم. هذا ربما يعني واحدة من التفسيرات أعتقد اللي تفيدنا بهذا المسألة، اللي تخلي دائما معظم المسؤوليات تلقى على عاتق الرجل الشهم اللي ما أعرف إيش، وكثير المسؤوليات حتى العمل لا ما يحتاج تعمل المرأة، لا ما يحتاج تأخذ ورد، خلت تبقى بالبيت لا تطلع، خطر بالشارع خلت تلبس حجاب، الآخرين سيئين، الرجال سيئين، خير الرجال سيئين وشريرين وما يسيطرون على نفسهم. شوف الطريقة يعني المرأة تتغذى الرجل بالعدوانيين وتخليه تتقل رجال وكذا وها، وتنمي الجانب العدواني به، ورجل الدين ايضا يغذي الجانب العدواني بالرجل العادي، يحجب المرأة بحجة انه هذا الرجل موثقة، ان الانسان في خسر دائما نفسه أمارة بالسوء. هذا خطاب القرآن مو بس الخطاب الديني، بس الخطاب الكتب الدينية بعد موضوع شوية اشد بكثير. اللي انت تقوله انه هؤلاء اكو تناغم فيما بينهم وقلل الحد الادنى واجبات المرأة. ليش؟ لان واجب الرجل هو حماية القطيع او الدين او الجماعة او الكنيسة او العقيدة، اي كانت تسميها كلها نفس القضية، اهتمام الكاهن والمرأة اذا مشترك ومتماثل بشكل مدهش، بل ان هناك تشابه بينهما حتى على المستوى البيولوجي والحياتي اليومي. نعرف ان نادرا هم ما يتورطون بالقتال، يعني هم دائما بحاجة لمن يتولى حمايتهم، وتلقى رجل الدين دائما ترف لطيف شكله يعني يلمع، وحتى من الصافحة تشوف ايده كأنما يد نساء. انا كثير من رجال الدين هاي مواصفاته، رجال الدين اللي يعني اللي ابعد عن جد رجل الدين مو هذا الجديد يعني. فهؤلاء تلقى حتى ايده ترفك يعني حتى ناعمه بشكل مو طبيعي، حتى شكله جد يلمع ببياض المساجين اللي يعني ما طالعين شايفين الشمس. هذا ميزتهم يعني، حتى الرجال الدين دائما تلقاهم رقه انثويه يعني، حتى باحداثه بهدوء بالسلطنه مالته بالحركه، حتى ملابسه شوف ملابسه بها نوع من بها يعني انزياح للأنثوية أكثر مما هو اقتراب للذكورية. هذه توأني تصوراتي، لكن لا ربما هنالك أسس منطقية أو عقلانية ممكن يعني نطلع منها بشيء، لكن هي مجرد ملاحظات. أيضا كثير من الديانات تحرم اقتراب رجال الدين من النساء جنسيا، وهذه يعني ما تعتبر حط من قيمة النساء كما يعتقد، على العكس تماما، قد تكون تضحية يعني مماثلة تضحية المرأة بحقوقها الإنسانية من أجل القطيع أو الدين، فهو مجرد توزيع أدوان. الرجل اللي صار رجل دين هو أيضا يتخلى عن النساء باعتبار أنه النساء لازم هي الأولوية للنساء بالحفاظ عليهم وتقديسهم، واعتبار المسألة جدا خاصة ولا يجوز البس بها، فالرجل الدين كذلك يمارس هذه العملية. المرأة بالتالي تتفرغ للإنجاب وتربية الأطفال، أما الكاهن
يعني هي صارت المعادلة، كان يتفرغ ضمان وحدته ومصالح القطيع واستقراره، اثنينهم يبحثون عن الاستقرار، اثنينهم يبحثون عن سلامة القطيع وأمان القطيع ويضحون بكل شيء من في سبيل القطيع، وهم متماثلين حتى فيزيولوجيا ربما، وحتى فيزيولوجيا كرجال ونساء تماثل كبير، يعني الفرق بيناتهم يعني بالأسبوع السادس بطن المرأة يلا يعني الإنسان يولد أو الجنين يتكون كأنثى، بعد ذلك الأسبوع السادس تبدي إشارات الذكورية أو الأنثوية، إذا ما أجت طلع هرمون جديد للذكورية يبقى مرأة، إذا ماكو أنثى إذا ماكو صار رجل، وحتى الآثار الفرق بيناتهم حتى بالأعضاء الجنسية، هو الأعضاء الجنسية الرجل والمرأة هي واحدة، الفروقات تصير إنه المرأة القضيب يتحول إلى بظر عند المرأة يطلع آثار البظر، ولا الرجل يصير عنده آثاره الأثر مال القضيب مال الأنثوية المبيض مال المرأة يبقى آثاره قريب على البروستات، لهذا السبب عندما يكبر الرجل هاي اللي باقي آثار من المرأة من مبيض المرأة بالقلمات مال البروستات راح تسبب له سرطان ومشاكل بآخر الأمر. النساء المهم أخذ ما نقول المرأة كقول تتفرغ للإنجاب وهم اثنين يشتركون بحظ المكاسب، ولو راجعنا التاريخ راح نشوف بأنه العلاقة بين رجل الدين والمرأة والنساء علاقة وطيدة جدا، يعني المسيح مثلا بدين المسيح ما كان ممكن أن يتخيل وجود دين المسيح أو مسيح لولا دعم النساء المادي والمعنوي للسيد المسيح والحواريين، كانوا هنا يصرفون عليهم انه يسوي لهم اكل انه ينظف يعني يمشون وراهم يشردون يطوهم يعني عايشين عليهم، هم ما عندهم شغل، لان قال لهم المسيح قال للحواريين اتركوا شغلكم وتبعوني، فشلون عايشين؟ من خلال النساء. مع هذا يعني بعد ذلك اتكلموا عليهم، يعني تخيل بانه هم لم ينصفوا النساء، لا بالحقيقه لا انصفوهم بانه جعلوهن بعيدات عن كل المخاطر، وهم أبعدوا نفسهم طبعا، كلهم كانوا بدون عمل. الرسول أيضا محمد أيضا معروفة حكايته مع زوجته الثرية خديجة واللي ما تزوج عليها حتى وفاتها. النساء بالتالي هن لهم دور كبير كما يقال بتأسيس الأديان، يعني رغم أنه هالأديان ظلمتها وبحيث جعلت الدين كأنما يبدو كأنما هو دين رجال، بالحقيقة هو دين يخدم النساء لكن بالطريقة المتخلفة القديمة. طبعا هذا الصفة الغالبة، الصفة يعني غالبة قديما هكذا، الآن الأمر اختلف، أنا أتحدث عن الأصول الجندرية بين الجنسين القديمة واللي ما زالت آثارها موجودة لحد الآن. أما إيمان النساء بالقوة الخفية ها، فهذا إيمان صحيح، يعني فعلا لك قوة خفية بالنسبة للنساء، هي قوة خفية شنية، هي قوة الجماعة، أي أنا قلت أن الدين هو القطيع وأن الدين هو القطيع هو يمثل الله، هو الرمز، هو العلم مال القطيع، سواء العلم سواء العلم الفعلي، يعني فعلا يسوون علم أو طوطم أو أي رمز أو على اسم، يعني إله مثلا مردوخ، الله، يهوى، والرب، هي كلها رموز احنا تأثر على الناس ويجتمع عليها الناس فيما بينهم. الله بالتالي قلت هو يمثل الأب، يعني قلت إن هاي القوة الخفية قوة حقيقية مو قوة مزيفة، يعني هي اللي تنتج هذا الشيء. الله بالتالي هو يمثل الأب هنا عنده، أما الدين القطيع فهو يمثل الأم، يعني عنده مقالة طويلة عن هذا الموضوع قبل سنوات كتبتها. ومثل ما يحتاج القطيع لمن يرعاه يحتاج الأطفال أيضا لمن يرعاه، هذا الوظائف هنا تلقاها متشابهة. المرأة بس شنو المرأة ما تقدر تجمع بين الاثنين، هذا الأمر يتولى الرجال، لكن أي رجال؟ العدوانيين جسديا لا، مو هذول، هذول ثيران قتال، يعني قرابين ما يصلحون بس لغير القتال وغير شيء، بس أكو ناس أكو رجال هم يتولون دور الأمومة والرعاية، وهؤلاء هم يجعلون من الجميع أطفالا بحاجة للنصح والوصاية والتربية والتدجين والتقويم. يعني رجال الدين بالنسبة لهم قطيع هم يشرفون على القطيع باعتباره يعني بحاجة للرعاية والوصاية، مثل ما المرأة أتها أطفال هؤلاء دائما بحاجة للرعاية والوصاية، لاحظوا نفس العملية لكن هذا بالمنظور الضيق وهذاك بالمنظور الأكبر.
إذا هذا يخلق الربط فيما بينهم. هؤلاء رجال الدين اللي هم اللي يتأملون ويجربون ويقررون شنو صح شنو غلط، شنو حلال شنو حرام، شنو حق شنو باطل، هذول يقررون كل شيء. يعني أنا أرى الأنبياء والأوصياء والمصلحين الكبار شوية أقل ارتباطاً، يعني هؤلاء ما يأسسون أديان، هؤلاء يعني كما يقال ممكن يلقحون حياة منهم الدينية الإلهية الأرض الأم، فيظهر منها أبناء جدد يتولون عملية صناعة الدين، هذا اللي ينازل من السماء كما ينزل المطر. إذا ذكرنا أنه المطر بالنسبة في الديانات السومرية البابلية القديمة الأكادية القديمة، أنه المطر كان هو سائل الإله النيل، النيل المنوي، كان هناك إله السماء آن وإله الأرض كي آن، هذا أما اللين ابنهم فهو المطر اللي هو يعني كيف تم التلقيح بين إله السماء وبلا إله الأرض، إلهة الأرض كي عن طريق مني الإله آن الذي هو المطر تم تخصيب الأرض وولد من أجلهم الليل وآن كي أيضا. هناك بالتالي تصور بأن الإله الخالق هو ذكر أيضا، عندما نلاحظ أن الإله الخالق هو ذكر، يعني لا يمكن تخيل أنه إله جميع الآلهة يعني التوحيدية خاصة آلهة ذكور، شيطان هو ذكر، الملائكة ذكور أو عديمية، يعني مو إناث، يعني كل رجال الدين هم ذكور، وهكذا كلهم هؤلاء يمثلون سلطة وسيادة الرجل على المرأة أو رجال المرأة أو رجال الدين تحديدا رجال القطيع أو كبار القطيع، وهؤلاء جميعا يواجهون ضمان شرعية هذه السيادة أو قوامة بالتعبير الإسلامي. وهناك طبعا باحثة تدعي بأنه يعني احتجاجا على هذا الموضوع قام الطالب بأن نخصي الذكورة من مفهوم الرب. استغلال المرأة وجعلها يعني مشاركة رغم أنفها في الطقوس، يعني الجزء السابق أنا أكد على الموضوع، جزء مشاركة رغم أنفها في الطقوس والممارسات الدينية هو بهدف حمايتها، وهذا الأمر يجب تفهمه الإنسان المعاصر، لا بد أن نفهم أو ندرك بأنه لم يتحقق كمشروع بثمن بخس، بل مكابدات وآلام يعني مغامرات ومخاطر عمرها ملايين السنين. المسيحية أيضا إذا انتبهنا على موضوع المسيحية اتهمت المرأة بأنها مصدر الخطيئة، يعني هو نوع من التفكير كان بأنه هنالك أمور ما كان ممكن، يعني لا يعني كان هذا الحالة اللي هي ربما لها جذورها البيولوجية أو التطورية، هي دائما كانت تشغل بال الناس، مثل ما الآن إحنا نشغل بالنا ليش المرأة مؤمنة أكثر من الرجال وحريصة على إيمانها أكثر من الرجال، فهذا كان أيضا يشغل بال رجال الدين أيضا، يعني فهذا كان أيضا فاخترعوا هاي الأسطورة بأن المرأة هي مصدر الخطيئة وهي سبب الخطيئة، لكن بالحقيقة هي هذا الشيء إنه بسبب طبيعة المرأة، بأنه هي المرأة ذلك الزمن كانت تتصرف بطريقة تتيح للرجل أن يتسيد عليها وتقدم له كل الفرص لأن يتسيد عليها وأن يكون هو المسؤول عن كل شيء. فبالتالي انه انت صارت فكره انه المراه هي المسؤوله عن الخطيئه، هذه الفكره هي نتيجه وليس سبب، يعني ليست تهمه القيت على المراه انما هو نوع من تبرير لسلوك المراه في هذا الاتجاه. فالبعض اللاهوتيين وصلوا الى حد انه المسيحيين خاصه الكثير من اللاهوتيين المسيحيين تسالوا هل ان النساء من البشر، و لكن يعني ايضا اتذكر الان اكو مؤتمر مره سووه بالسعودية اعتقد على هل ان على ان المراه انسان، اعتقد مؤتمر وحضروا به ناس كثيرين، بس هناك اكو نوع من يعني الانصاف للمراه بعبارات لكنها مو دقيقه بالنصوص الدينيه. الاسلام يقول احنا كرمنا المراه، بالحقيقه هو فعلا عندما نتامل بها بعمق هي تقال كتبرير، تبرير يعني سخيف بصراحه، يعني اصبح يعني ما له قيمه انه شنو تكرم المراه، هو كرم المراه انت ما عندك حق بالشهاده بالمحكمه، نصف شهاده نصف ميراث، استغلال بشاعه، يعني المراه حقوقها دائما ما لها حقوق ويجب ان تطيع الرجل في اي شكل، هذا بشاعه كبيره جدا. انا اعتبر بس انا حتى راح اوضح، خاف كل بعض يتهمني بانه انا ضد المراه واحاول ان ابرر تراجع المراه، لا بالعكس
بعدين راح اوضح. هنالك عبارات لدى بولس الرسول تصف بها المرأة او هي رجراجة لكنها لم تحظى بالاهتمام الكبير، لكن انا وفق هذا المنظور اللي طرحته بديت افهم هاي العبارات، افهم متى يتم مديح المرأة بشكل غير السياق العام، يختلف عن السياق العام، ولم يؤثر هذا المديح على الشكل العام لوضع المرأة او النتيجة العامة لوضع المرأة، لكنه كلام تشوفه جميل. امام المسيح مثلا بولس الرسول هو نفس اللي قال الرجل رأس المرأة، يعني هو الذي يقف على رأس، او هي العبارة من الرجال قوامون على النساء، لكن نفس بولس الرسول يقول امام المسيح لا يوجد ذكر او انثى. هذا عندما شفت الفكرة اللي طرحتها أنا بأنه المرأة هي صنعة الرجل أو فكرة الرجل أو الرجولة، أنه هنا نفهم بأنه القضية بالنهاية هي حماية الجميع ذكر أو أنثى، القضية هي علاقة بالقطيع، فإنه تمام المسيح اللي هو الإله مثلا هذا هو رمز القطيع، يعني هو الأساس. فبولس الرسول رجل دين، هو صنع دين، صنع دين يمشي عليه القطيع بأكمله، أو هو القطيع بهذا أصبح القطيع هو نفس الدين، يبقى رمز الدين هو المسيح، هو الشعار القطيع أو الدين هو المسيح نفسه. أمام هذا الشعار ما كنت أعرف عن ذكر وأنثى، ما نحتاجه، لأنه هي الفكرة أنه هذا التقسيم هو تقسيم أدوار، أنه ذكر عليه أنه يكون القربان أو الضحية الجاهزة للدفاع عن القطيع بأي لحظة، والأنثى هي التي تديم الحياة لهذا القطيع. فهنا نستطيع فهم هذه العبارة، لكنها بالممارسة العملية أو النص الديني أو الأحكام الدينية نجد الأنثى في الدرك الأسفل، لأنه يجب أن تبقى هناك، لأنه يعامل يعني تفريغ والإنتاج القطيع. أيضا هناك عند الكاثوليكيه تشوف ان هناك نوع من العباده للمراه اللي هي مريم اللي هي بتول وام في الوقت نفسه، اي انها بتول لانها بلا خطيئه. هذا ايضا نوع من التكريم، لا ممكن تفسيره ضمن هاي النظريه بطريقه نفس. ونرجع للسؤال نفسه، ليش ترغب النساء دائما البقاء تحت رحمه التعاليم تسيئلهم؟ أكو أجوبة كثيرة، من الأجوبة الأخرى حتى أكون منصف أنا قدمت إجابتي، غرامشي الإيطالي يقول بأن الثقافة الذكورية هي ترسبت بنفوس النساء، طبعاً هو كان يتحدث عن النساء المسيحيات، هي الثقافة ترسخت بداخلهم بحيث أنه بدأ يستمر عن طعم العبودية والاستغلال واتباع الذكور وأوامرهم. ألتوسير الماركسي يقول أن هذه التبعية هي اختيارية، أيا كان الأمر هناك التفسيرات كثيرة، بعض يقول مثل كوندير يقول أنه المرأة الرجل مستقبل المرأة أو المرأة مستقبل الرجل، وهذه العبارات الكثيرة. أنا أقول لا، المرأة تكون مستقبل الرجل ولا الرجل مستقبل المرأة، لأن العبارتين يعني المرأة والرجل هي عبارات ما لها علاقة بالانقسام البيولوجي. احنا نتخيل بانه المراه لها علاقه بالانقسام البيولوجي، يعني تفرق عن الرجل بموضوع يعني تفرق عن الرجل جنسيا فيزيولوجيا، لا ماكو فرق، قلنا مو فرق كبير، الفرق هو ثقافي. يعني الجندريه، ما هي الجندريه؟ الجندريه هي التعبيرات الجنسيه التي اصبحت ثقافه عامه، يعني مو يعني انه اكو فرق بين الرجل بين ذكر وانثى، هذه كيف تحولت وبدات تمارس بشكل ثقافي وتقام على اساس المعتقدات والافكار والثقافه والاديان والممارسات. فهذا هنا صارت جندريه. فعندما فحصوا الباحثين، وهذا بحث حديث جدا وعميق وراح يكون له مستقبل مو سهل، يعني الجندرية راح تكون لها دور كبير في المستقبل، دور خطير جدا، يعني أشبه بتغير مصير المجتمعات بصراحة، مصير المستقبل، يعني المستقبل غير شكل رأيته، يعني الجندرية راح تكون لها، يعني من الآن أقول لكم، يعني كثير ما سامعين بها لكن أو ما يعرفوا شنو معناها، لكن هي بالمستقبل راح يكون لها دور هائل في على صعيد كل الممارسات، كل التصرفات، كل السلوك،
بشكل لا يوصف، أصبحت نوع من أنواع العلوم الأساسية الآن، وكل شيء يدخل داخلها، يعني حتى المجتمع العلوم الأخرى أغلبها تدخل داخل هذا الموضوع. على كل حال أيا كان الأمر، فنلاحظ قضية أخرى أن المرأة ما كتبت تاريخها الخاص، كل ما كتب عنها هو قيل من قبل الرجال، وهذا الرجال منتصرين، كما يقال أنه التاريخ يكتبه المنتصرون، هو المنتصرون دائما هم الرجال. والآن أكو مستوى آخر، أنه المرأة ضمن هذا التاريخ أيضا ما كتبت تاريخها، وهي باعتبارها من ضمن المهزومين، والمنتصر هو الرجل اللي هو كتب عن المرأة وتحدث عنها. حتى الآن مرات أكو مشاهد يعني بصراحة مخجلة، شوف أنه مؤتمر الكذا على المرأة، شوف الجلوس يعني كلهم أئمة وقاعدين بالخمسمائة واحد بقاعة ضخمة وآخر موديل وحديثة جدا، وكلها كمبيوترات وأجهزة يعني محطات فضائية تراقب وتسجل، ولا تجد امرأة واحدة فيما بينهم. يعني هم يناقشون حقوق المرأة وقضايا المرأة والمرأة غير موجودة. فهذا يعني مهزلة بصراحة، لكن هي عندما نجي نراجع شو انه المضحوك عليهم هم هؤلاء وليس المرأة. المرأة هي خلص يعني انا متنازل عن كل شيء. على كل حال هنا نفس الطريقة راح نشوف انه كيف نفهم الحجاب مثلا. الحجاب هو فرض ديني، فرض الرجال على النساء. هذا أول أنا قلت في مقولة عندي حلقة إنه الحجاب هو وصمة عار الرجال. هنا راح نفهم إنه رجل الدين حتى يحافظ على النساء باعتباره العامل المنتج اللي يعيد إنتاج القطيع أو يديم الحياة واستمرار القطيع، هذا يجب أن يضمن أن يتم ضمان بقاء هذه المرأة والحفاظ عليها بأفضل بكل الطرق الممكنة. أما الرجل فخلي إحنا نريد نزيد عنوانيته، المطلوب نريد نزيد عنوانيته وتشوق وعنفه وسفالته يعني معنى المعاني آسف العبارة، والانحطاط يعني الإنساني قدر الممكن. فهذا لابد أن يعني نحجب المرأة، لأن هذا الرجل من جهة صنعنا امرأة خاضعة ذليلة وضعيفة، ومن جهة أخرى صنعنا رجل عنيف قاسي مندفع أرعن هذا الرجل. فكيف نساوي بين الأمرين؟ نزيد من عدوانية الرجال ونزيد من تدجينهم الديني وخضوعهم للدين، وبالناخد نفسه نزيد من خضوع المرأة وتحجيب المرأة، لأنه هؤلاء إذا التقوا فيما بينهم راح يصير مشاكل خطيرة. فإحنا نفكر بمصلحة القطيع، مصلحة القطيع هي الأولوية، هذه المصلحة هي الأساسية. إحنا ما نقدر نقول للرجل صير يعني إنساني ومرتب وحلو، ولا نقدر نقول للمرأة تعالي أنت انفتحي، لأن هذا الرجل متوحش. فرجال الدين أو أسسوا أو صنعوا الدين بهذه الصيغة، وما كان أمامهم حل آخر في المجتمعات القديمة، لأنه الإنسان ما كانت أكو جماعة تستطيع أن تكتفي بمواردها الخاصة، جميع الجماعات كانت لديها شحة بالموارد، وكان من يعني الجزء الطبيعي من الحياة هو الهجوم والغزو على الآخرين واستيلاء على ممتلكاتهم، بحيث أنه المدن كانت عبارة عن شنو؟ ماكو مدن، عن قلعة حربية المدينة كانت، كل مدينة هي قلعة حربية، يعني المدينة أنشئت حتى تحارب. فتشوف أنه حتى القرون، حتى الفترات 100 سنة 200 سنة مضت، تجد أنه كل مدينة قلعة حولها، وهنالك هي في حالة حرب مع المدينة المجاورة بالعالم كله. هذا موضوع راح أخصص له حلقة أخرى لاحقا. هذا يخلينا نفهم موضوع الحجاب الذي يفسر لنا أن الرجل هو شخص شرير، ويجب أن تخشى المرأة منه وتتحجب. وعندما لاحظوا حتى تفسر أيضا هذا الطرح، يفسر لماذا رجل الدين يلوم المرأة عندما يتعرض لها الرجل، لأن الرجل هو صناعة متوحش، وهو صناعة المرأة ضعيفة ومستغلة، فهو من يقولها أنت سببش، لأنه هذا أنت تعرفين أنا صناعته متوحش، فليش تعطينا مجال؟
هذه الفكرة العميقة ما جاي ندركها. احنا نبغى نشوف ايش قد هذا الرجل الدين كم هو قاسي ويلوم الضحية بدلا من ان يلوم الجاني، بينما بالحقيقة هو صنع الاثنين، هو صنع الضحية لكي تكون ضحية، وهو صنع الجاني لكي يكون جاني. فهو ما يقدر يعني شو يقول لك؟ يقول لك انا هذا الجاني اللي سويته انا كنت غلطان؟ هل يقول لك اني هاي الضحية اللي انا سويتها ضحية هي غلطانة؟ هي على حق؟ لا، الضحية تبقى الضحية والجاني يبقى جاني. لهذا السبب يقول شوف القرآن يذكر الرجل والإنسان، معنى يقصد الرجل أن الإنسان في خسر ويعني ودائما هو في حال رجل شرير إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وما إلى ذلك، يعني دائما أكو استثناء حالات يعني، لكن الرجل دائما نفسه أمارة بالسوء وطماع ولا يشبع ولا يمل ولا يكف عن العدوان والشر، ويجب أن يسيطر عليه رجل الدين، يعني يستقطب طاقات العدوانية ويصعدها وينميها باتجاه القطعان الأخرى أو الأديان الأخرى التي لا ينتبه لها رجل الدين أو التي يجدها منافسة له على جماعته. هذا أيضا يعطينا دليل بأن الحجاب يمتزق. شوف المرأة أيضا من العصر الحديث صارت عندها مشكلة، الحجاب زاد يمتزق في الوقت نفسه اللي زاد به خروج المرأة من البيت للعمل والممارسة الحياة بشكل منفتح. يعني شوفون بالعصر الحديث من انتشر يعني حديث عن المساواة وما لا ذلك، وأنه ضروري أن المرأة تدخل للعمل والحياة، المرأة راحت أكبر ارتدت الحجاب كما هو مطلوب، أنا ضحية وخاف من الرجال، فارتدت الحجاب واستثمرت الحجاب بشكلين، شكل أنه يضمن الاعتراض على الحجاب، هي ترتد الحجاب لكن هي تعبر عن الاعتراض على الحجاب بأنها خرجت ومارست حياتها بشكل طبيعي بحجة الحجاب، لكنها أيضا وافقت على الحجاب بحجة أنها تلتزم بالدين، فهي أصبح الحجاب علامة على الخضوع وعلى الرفض في الوقت نفسه. هذا الاختلاف الحجاب عن القديمة، فهي زاد الحجاب وفي نفس الوقت زادت فرصة المرأة بالخروج خارج القمقم الذي وضعها فيه رجال الدين. يعني الملاحظة أخرى يقول الحجاب هكذا قلت كما قلت أصبح علامة على الاعتراض والموافقة معا، وسواء لذكورة الرجل في الشرق أو الثقافة المختلفة بالغرب، يعني المرأة بالشرق أو بمدن الشرقية مستوىات الشرقية الإسلامية تستخدم الحجاب كعلامة أو جواز مرور للعمل والحياة في أي مكان تشاء والخروج والدخول كما تشاء باسم الحجاب، وأيضا استقامة تستعمل الحجاب في الدول الغربية كعلامة على رفضها للثقافة المختلفة عنها في الغرب. يعني الحجاب تحول إلى بدلا من أن يكون علامة دينية للموافقة الدينية والتضامن الديني أصبح علامة على جرأة المرأة وعلى قدرتها وعلى مزيد من إتاحة الفرص لنيلها الكثير من حقوقها، يعني عكس المطلوب من الحجاب بالضبط. فنشوف أن المرأة من خلال الحجاب أيضا راح تشوف الرجال دول الأقوياء كذا عاجزين أمامها، لكن هم ما يشوفونها بالوقت نفسه، يعني ما يشوفون بعالم جسدها، فهنا يكفي أنه بالشارع من هو الأقوى، المرأة هي الأقوى المحجبة خاصة. هنا أنا راح أختم أقول طبعا هذا الكلام لا يعني أن المرأة يعني كائن مستفيد، وهو أنا يعني هاي العبارة أصلا المرأة ورجل هي بحد ذاتها هي غلط، يعني عبارة ثقافية جندرية تمييزية عنصرية. فأنا راح أتعلق أنه هذا ما يعني كلامي بأن المرأة هي كائن مستفيد ومستغل ومحتال وأن الرجل هو الكائن المسكين المتضرر دائما، لا، ظلم المرأة وعدم منحها حقوقها هو وصمة عار للرجل، وعندي حلقة ممكن تشوفونها يعني حلقة موجودة عندي بالقناة. هذا بالعكس يعني هذا الوضع يزيد من توفيق الرجل ويحمل الرجل
يحمل الرجل مسؤولية أكبر وذنب أكبر مما نتوقع. فالرجل بدل من أن ننتصر له على اعتباره مظلوم من مكيدة المرأة كما يقال إن كيد النساء العظيم، وأيضا هتفسر هذا الفكرة اللي إنه كيد النساء العظيم هو الكيد، وأنت اللي مضحوك عليك شو تسوي لك؟ يعني أنت قابل بهاي المسألة ومفتخر بأنه أنت رجل، أنت جعلتها نساء ومرأة محجبة وتقول إن كيدهن عظيم، فأنت تحمل مسؤولية ما تفعله أنت التي فصلت بينك وبينها، فماذا تفعل؟ صمتت وقعدت بيت كما تشاء، وأنت بدأت تدفع الأثمان الباهظة لمجازفاتك ومغامراتك ضد الآخرين. هذا قلت كما قلت أنه بدل من توبيخ رجل على اعتبار أنه مظلوم، فأقول أنه هو تحمل المسؤولية وهو اللي كان فخور بتحملها، وهذا يتطلب منه أن يكون بمستوى المسؤولية ويفهم دافع المرأة البيولوجي لهذا السلوك. اللي رجل يعتبر نفسه ذكي وعبقري وأكثر دراية من المرأة، فكان مفروض عليه أن يفهم هذا الدافع المرأة البيولوجي أو السلوكي لهذا الأمر، وأن يسلم إليها ويعرف أن هذا السلوك موروث، حال السلوك الموروثي، الأجواء الموروث داخل الرجل. يعني سلوك المرأة هذا الضعيف الذي لا يواجه والذي يتقبل الظلم والاستغلال وحتى أسوأ الظروف، هو نفسه موروث، هذا موروث نفسه بشكل معاكس هو السلوك الأدواري الموروث لدى الرجل. من واجب الرجل هكذا أن يخرج من شرطية حمايته للقطيع والدين أو الدين، لأنه حبس نفسه بهذا الدور لنحو ربع مليون عام أقدر أقول، وحال الوقت لأن يغير قواعد اللعبة البشرية الجندرية. هاي الجندر بهكذا المعنى، بهذا المعنى متغلغل بحياتنا بشكل صارخ، يعني هو جزء رئيسي من لغتنا. لغتنا بأكملها هي عبارة عن كلمات جندرية تفصل بين الرجل والمرأة بطريقة يعني إذا دققنا بها مخجلة. هاي اللعبة بسبب هاي اللعبة بسبب هذا الفصل العنصري الجندري بين الرجل والمرأة علينا أن يعني يجب التوقف عنها، والفصل بين الرجل والمرأة. الكائنات الأخرى حتى العليا ما أتم هاي الجندرية ما موجودة. التمييز الجنسي بالتالي هو تمييز ثقافي وليس تمييز جسدي، وهذا كما قلت تمييز نجده في اللغة والعمل وتوزيع الأدوار كل شيء تقريبا. في النهاية أنا أعتقد أن المرأة لم تخترع الدين بل اخترعت الرجل نفسه. الرجل هو أيضاً اختراع المرأة، وبالتالي ما لا أدري ماذا علينا أن نفعل، هل أن ننتقد المرأة لهذه الفعلة أم أن نمدحها؟ شكرا جزيلا وأعتذر على الإطالة.